ما تستقلش عمل تعمله، ممكن تعمل عمل بسيط قوي بس نيتك فيه خالصة قوي، فربنا يديك أجر كبير قوي. سيدنا موسى في القصة بتاعته وكما ورد في سورة القصص عمل إيه؟ في آية كده جميلة قوي، قال إيه؟ رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كان عامل إيه قبل ما يقول الجملة دي؟ عمل إيه؟ لما شاف البنتين دول واقفين مش عارفين يجيبوا ميه، فسقى لهما ثم تولى راح وملى لهم الميه. سالهم هو انتوا ليه انتوا اللي جايين؟ قالوا ايه؟ ان ابانا شيخ كبير. فملى لهم الميه واخذوا الميه ومشوا، وقال ايه؟ ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. هو عمل هذا العمل باخلاص، فربنا عوضه بايه؟ تخيلوا، سيدنا شعيب ارسل اليه واجلسهم معه وزوجه بابنته. تخيلوا ان تزوج بابنة نبي وقعد معاه 10 سنوات. فما تستقلش عمل تعمله، المهم النية الصادقة. ممكن تدي جنيه بنية صادقة فربنا سبحانه وتعالى يعطيك عطاء عظيم، وممكن تدي 100,000 جنيه بس النية بتاعتك داخلها نوع من المن او ايذاء يحدث بعد ذلك، فربنا سبحانه وتعالى ما يديكش الشيء اللي انت منتظره. اخلصوا النية ولا تستقلوا باعمالكم، عملك كبير، المهم النية تكون في ايه؟ خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى.